ازيكم حبايبي الحلوين؟ عاملين ايه النهارده؟ الحمد لله. النهارده هناخد درس جديد في نافذة الرياضيات، وهو درس رقم 6. درس رقم 6. اخدنا لحد امبارح الارقام من كام لكام؟ من 1 لـ 5. طب يلا بينا نعد من 1 لـ 5 على ايدينا. يلا بينا نعد. 2 3 4 5. نرفع ايدينا لفوق كلنا برقم 5. نرفع كلنا ايدينا برقم 5. نعد مرة كمان. 1 2 3 4 5. شطار حبايبي الحلوين. النهاردة هناخد استراتيجية جديدة، وهي استراتيجية حبل الغسيل. هنلعب مع بعض وننفذ اللي احنا اخدناه في الدروس اللي فاتت على الاستراتيجية دي. تمام يا حبايبي، مركزين؟ شكرا ليكم حبايبي لانكم ساعدتوا جارتنا ايسل في وضع الملابس على الحبل. شكرا على التعاون. نسمع لهم احلى تحية يا بنات. ودلوقتي يا حبايبي، بعد ما حبايبي الشطار اتعاونوا مع اختهم ايسل في وضع الملابس على الحبل، هنبدأ نطبق اللي اخدناه في الدروس اللي فاتت على استراتيجية حبل الغسيل. وهختار دلوقتي بنوتة باستخدام عصا الاسماء، هتطلع معايا على السبورة وهتنفذ كل اللي هقوله لها مظبوط. هختار ابرار صابر محمد. يلا يا ابرار اتفضلي. أبرار، أول حاجة هطلبها منك هتشاوريلي على رقم 5 اللي موجود على حبل الغسيل. برافو، ممتازة، أحسنتي يا أبرار. تاني حاجة هطلبها منك، عايزاكي تركبيلي 5 مكعبات مع بعض وهتعدي وانتي بتركبيهم. اتفضلي. 1 2 3 4. احسنت يا ابرار، نحييها تحية كبيرة جدا. وهختار بنوتة كمان بعصا الاسماء هتطلع معايا على السبورة. اسيل محمد. محمد فين يا بنات؟ تعالي يا اسيل اتفضلي. أسيل، ممكن تقفي قدام رقم 3 اللي موجود على حبل الغسيل؟ فين رقم 3؟ اقفي قدام. تمام، ممكن تعديلي 3 على ايدك؟ 3 على ايدينا، طلعي 3 على ايدك، عدي يلا.
اقوى، صوت اعلى، صوت اعلى يا اسير، علي صوتك اعلى. يلا تاني. ممتازة وشطورة، نحيي اسيل تحية كبيرة حبايبي. وهختار بنوتة كمان من عصا الاسماء. فريدة علي سامي، يلا يا فريدة. فين فريدة؟ يلا يا فريدة. فريدة ممكن تقفيلي عند رقم واحد اللي موجود على حبل الغسيل؟ احسنت يا فريدة. فريدة ممكن تقفزي للامام قفزة واحدة؟ تعالي هنا، تعالي هنا. يلا، عايزة قفزة واحدة للامام. برافو. وقفزة واحدة للخلف. نرجع لورا خطوة، قفزة واحدة. لا، بالنط مش بالمشي، بالقفز. ايوه احسنت يا فريدة، نحيي فريدة تحية كبيرة بنات. وهختار بنوتة كمان يا حبايبي تكمل معايا استراتيجية حبل الغسيل. اسيل محمد فرج، يلا يا اسيل. اول حاجة هطلبها منك يا اسيل انك تشاوريلي على رقم 2 اللي موجود على حبل الغسيل. فين رقم 2؟ احسنت يا اسيل. الحاجة التانية اللي هطلبها منك هتقفزي للامام مرتين وتعدي. يلا. سمعنا حاجة وهي بتعدي يا بنات؟ لا. نعيدها تاني ونعد. يلا. احسنت يا اسيل، نسمع لها احلى تحية يا حبايبي. ومكملين مع بعض يا حبايبي استراتيجية حبل الغسيل. واخر بنوتة هتطلع معايا النهاردة سارة محمد عادل. يلا يا سارة. سارة ممكن تشاوريلي على رقم 3 اللي موجود على حبل الغسيل؟ احسنت يا سارة. ممكن يا سارة تركبي لي 3 مكعبات وتعدي وانتي بتركبيهم؟ اتفضلي. احسنت يا سارة. اخر حاجة بقى هطلبها منك، تعالي اقفي هنا كده في الحتة دي، اقفزي للامام 3 قفزات وعدي. احسنت يا سارة، نسمع لها احلى تحية يا حبايبي.